السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ كي دايره مع صحيحه؟ اليوم جيت نشارك معكم فيديو جديد ان شاء الله ديال قطبان ديال الدجاج. بغيتو ديروا ديال العنب اولا ديال الدجاج؟ انا دايره ديال الدجاج وغنرافقكم ان شاء الله بالفلافل. هانتوما تبعوا معايا الفيديو من الاول حتى للاخر باش تشوفني كيفاش غنديروا باش غنرافقوا ان شاء الله. هانتوما عندي واحد الدرس ديال نتوما حكيته هنايا، عندي العطريه، عندي زريعه القزبر معلقه صغيره، معلقه ديال الكمون صغيره والتحميره، العطريه ديال الحوت، الملحة وشويه ديال الزعتر باش غنسموه على بركه الله. نخوي هاد العطريه هنا، غندير واحد نص حمضه معصره، غندير واحد ثلاثه المعالق ديال الزيت البلديه، صافي. غادي نخلط هاد المكونات كاملين مع بعضياتهم، غادي نزيد واحد جوج معالق ديال الضان مسوس، كيعطي واحد التعليكه زوينه الضان مسوس، كيدي هو اللي كينفع. صافي، غادي ندير هاد ستر ديال الدجاج. دابا مثلا على الاقل ديروا واحد جوج ساعات، غادي قليله واللي بغيتي يشرب الشرموله مزيان ديرو بالليل. صافي، انا نرقدو على هذا الشكل هذا. صافي، غنرجع معكم ان شاء الله باش نوريكم باش ني غادي باش نرافقو بالروز ان شاء الله والفلافل. المهم ما نحرقش المراحل ولا حاجه، غادي نتبعوها اللوطه الاخر باش تشوفوا باش نرافقو ان شاء الله. البنات هاد القطيبات اللي درت ديال الدجاج غندير معاهم بالروز، غادي ندير معاهم الروز بالفلافل، كيجي واعر وغزال كيرافق المشويات. هانتوما عندي بصله كبيره باش نقطعها صغيره بحال هاد الشكل، عندي فلفله خضره فلفله حمراء، والعطريه عندي هانتوما، عندي العطريه معلقه نصف المعلقه ديال الخرقوم وديال السكنجبير والابزار وزريعه ديال القزبر، وهادي ديال واش كانت نسيت نعاود الماركه ديال الاول واش كان كيبينو، عندي ديال الخرقوم وديال الابزار والسكنجبير والملحه والتحميره والعطريه ديال الحوت والزريعه ديال القزبر. صافي، غادي السوجة. دابا غادي ندوزو، غادي ندير نص كاس ديال الزيت مخلطه بالدقيق الروميه بحال اللي درت معكم السفه ديال الرز. هذا العادي ديك المكركف هو اللي كندير، عرفتي السر ديالو؟ انا وريتكم السر ديالو، هو ديال هو تقليوه فحال هكا بالزبده والزيت كيتقلى. هانتوما شتي عندي معلقه كبيره ديال الزبده مع الزيت، صافي نتناو على داك الزبده حتى تذوب مع الزيت. وغادي نشحر هاد البصله والفلافل وعاد نضيف عليهم نضيف عليهم الروز مابقاش يتشحر مزيان باش يشرب ديك الزبده والزيت. صافي، ونرجع معكم ان شاء الله. انتما البنات هاديك الزبده والزيت دابو معانا، غادي ندير هاد الفلافل، هنا مزيان هو البصله، البصله اللي قطعت رقيقه صغيره كبيره، غادي نديرو هاد الفلافل والبصله والروز يتشحرو في داك الزبده والزيت. هذا هو السر النجاح ديال الروز اللي ما كيتعجنش. صافي، غيبقاو يتشحرو مزيان الزبده والزيت تينزلو، غنضيفو العطريه وعاد نزلو نرقو ان شاء الله. هانتوما البنات هاديك الرز تشحر معنا مع الفلافل مع ديك البصله اللي عملت، كيجي غزال لا في الديكور ولا في المذاق، كيجبد الفلافل بالالوان بحال هكا. انا درت غير حمراء وخضراء، الا كان عندكم الصفات هي تزيدوها. غنديرو هاد العطريه باش تشرب هاد العطريه اللي ذكرت ليكم بالشكل هذا، مزيان بحال هكا بالزبده والزيت. وغادي نمرقوه بالمطايب، حنا مثلا دابا عندي جوج زلايف ديال الروز، غادي ندير ربع زلايف ديال الماء بالشكل هذا. صافي، هو تشحر معنا مزيان. دابا غادي ندير المطايب، ربع زلايف ديال الماء، بسم الله.
فيهم 4 سليف ديال الماء طيبين صافي. وغادي نقصو على العافيه مره ونخليوه يطيب واحد 15 دقيقه هكاك. ندير واحد شويه ديال الصوجه نسيت حتى هي كتبنوا تمام. واحد المعلقه ديال الصوجه صافي. وغادي نحركوا على هذا الشكل هذا وغنحيوا العافيه مره ونخليوا واحد 15 دقيقه كتلقاه نشف وطاب مره وما كيتعجلش. هانتوما صافي. غنحيوا العافيه في خطره وردوا على المجمر الصغير صافي. هذه هي الحراره اللي غادي تكفى بها ونخليوه يطيب ورجعوا للقطيبات ان شاء الله باش نديروهم يتشوى. هانتوما البنات ها هو موجود معنا. شوفوا تبارك الله كيما كيتعجن ما والوش كي كيجي كيجي مفروق. هانتوما مع ديك الفلافل عرفتي ما نقولكمش واحد الريحه طالعه منه ديال الزبده. هذيك الزبده والزيت اللي كنقليو فيها عرفتي كيجي ها مفروق على بعضياته ما كيتعجن ما والو. هذا غير الرز العادي. هانتوما كي كيجي صافي. غادي نخليوه على جنب ونمشيو للقطيبات ان شاء الله. البنات رجعوا للقطيبات هما هادو زكتهم في الماء باش ما كيتحرقوش في الفرن. هانتوما كنصبقوا بحال هكا الطوماط سوريس في الاول على هاد الشكل هذا صافي. كندوروا غادي القطيبات بحال هكا كنصفوا الحيمه فيهم كندير معاهم فلفله على هاد الشكل هذا. غنفرقو ديما بالفلفله باللوان هاكا على هاد الشكل هذا صافي. وكنستفو في الطاوله اللي كتدخل الفرن. هانتوما نزيد معكم كيما كنديرو مود هادي الطوماط سوريس ديال الاولانيه غنحط في الوسط على هذا الشكل. كنديروا الفلفله على هذا الشكل هذا. كنبقاو نستفوا دائما قطيبات الحيمه في قطيبات هذا الشكل ونفرقوا ديما بالفلفله. هانتوما تاع الفلفله كيجي المذاق ديالها زوين شويه في الفران مع هاد الحيمه. هانتو كنفرقوها بحال هكا باش يدخل عليها يدخل معها الطياب. هانتوما البنات ديما كنديرو مويطيشه هي الاولى كنديرو معها بحال هكا الحيمه كنديرو فلفله اما خضراء اما حمراء. كتكون خلات والحامض والشرموله بحال هكا واحد 3 سوايع ولا ليله كلها كيولي فتي ضريا كتوجد الحيمه ضريا كيتشوى. صافي في الاخر بحال هكا كندير فليفله على هذه الطريقه هذه كنبقاو غدا فليفله الحيمه فليفله خضر فليفله حمراء كتبقى غدا فحال هكا. في الاول كندير مويطيشه فحال هكا كتبقى غدا فحال شكل وندخل الفران يشوى وديكوغس نرجع معاكم. البنات ها هو وجدت معنا ديك الرز اللي درت معكم والقطيبات اللي درت معكم على الطريقه هذه. والتزيين كيبقى اختياري. انا درت بطاطا مشمله في الفران ودرت معها هاد الخبيزه ديال الشعير هكا بلافوكا مزوقين على الطريقه هادي. ها هما الاساس ديالنا كان القطيبات والرز والزوق كيبقى اختياري. ها نتوما تجربوها بصحه وراحه وكتجي بنينه وكتجينا في المنظر ولا في المذاق روعه روعه. هاد الرز بهاد الطريقه بالفلافل وهاد القطيبات يلا تجربوها بصحه وراحه. ما تنساوش بارطاجيو معكم الفيديو ان شاء الله. يلا بسلام عليكم.